لعمري أنك كنت تنظرين في قلبي أكثر مما أنظر فيه أنا. القدس لما تدخلي من باب العمود، فلاحة تناولك ضمة نعنع بإيدك هيك وتصبح عليكي وتقول لك يا خالتي، هذه هاي بس بركة، لأنك أنت بتنقل لنا الصورة الحقيقية. بتنزلي شوية صغيرة بتشمي هيك ريحة المناقيش الزعتر، فلتحت شوي للدرجات بتشمي فلافل باب العمود اللي هو الهدمي. بتصير محتارة، بدك تدخلي من طريق الواد ولا تدخلي من سوق خان الزيت. الروحانيات أكتر بتكون من طريق الواد. يعني هون انت بتحسي حالك ماشي عبر قصيدة تتغنى في جماليات التاريخ والبناء الغير تقليدي. بحب اعرف عن نفسي اني كروائي اللي صدرت لي 5 روايات. من خلال رواية الخامسة عزفة الناي قدرت اني استحدث اشي اسمه الصورة المروية، بمعنى اني امرر 3-4 قصص عن طريق صورة، وكلها بتتعلق في الامكنة في القدس القديمة. فأنا إشي طبيعي إني أروح كل يوم أفقد قلبي هاي وأشوف روحي وين وصلت. فأنا عايش الحالة، فيش تناقض في الموضوع. أنا لازم إني يوم يوم أنزل على الفجر وأتفقد هاي الأزقة وأصور بشكل يومي، وبنفس الوقت المغرب أعيش. يعني ما في إنسان بيبعد جسده عن قلبه وعن روحه. أنا لما أصفن في قنطرة مملوكية وأقعد أطلع على الزاوية اللي بدي ألقط منها، لما الشمس بتكون مايلة كأنك بتدللي هيك عروس بتلبسيها شوي شوي قطعة قطعة، وعند ما تستوي المنظر بتاخدي اللقطة. أنا بنبسط كتير لما غيري يشوف هاي اللقطة على صفحتي. هذه الحكمة في إني أراوغها وتراوغني. الجوهر في إني أعيشها إنها تكون مستعصية شوية، تغلبني وأغلبها، أنحرم منها أوقات، أشعر بلذة الحرمان اللي بعديه بيجي النصر. مثل ما صلينا مثلاً 14 يوم في طريق المجاهدين، شعرنا بالحرمان القاسي هذا، إنه شو يعني يتسكر الأقصى وشو يعني إنه نصلي بالشوارع، بس لقينا لذة في النهاية إنه فتحنا باب حطة ودخلنا منه رغم أنف الاحتلال. شعرنا بنشوة، أول مرة بنشعر بهيك إشي إنه نصر حتى لو معنوي، بس انتصرنا. قالوا أعطوني جنة في أمريكا أول مكان، ولا بتخلى عن سنتي واحد في القدس لأنه هي العاصمة الأولى، عاصمة السماء. شو بدنا أكثر من هيك؟ من هو إحنا لازم نحافظ على وجودنا فيها ونعطي ونعطي ونعطي، لأنها القدس بحقيقتها هي معطاءة.